تمكن افراد الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بحاسي مفسوخ من توقيف شخصين ينحدران من ولايه وهران يبلغان من العمر 32 و40 سنه للاشتباه في تورطهما في عمليه السرقه والتخريب التي تطال المنشات السكك الحديديه. القضيه جاءت بناء على معلومات مفادها تواجد شاحنه صغيره مركونه بمكان بعيد عن المجمعات السكانيه باحدى الطرق المعبده باقليم بلديه حاسي مفسوخ. على الفور تم تشكيل دوريه والتنقل الى عين المكان، وبعد تمشيط المسالك الترابيه والمعبده تم ضبط شاحنه صغيره نوع هايفي على متنها شخصان. بعد تفتيش المركبه تم العثور بالصندوق الخلفي على 14 كيس ابيض محمل بمعدات السكك الحديديه. العمليه اسفرت عن توقيف الشخصين المذكورين واقتيادهما الى مقر الفرقه لمواصله التحقيق مع حجز المعدات والمسروقه والمتمثله في براغي جديدة غير مستعملة ذات حجم كبير مدون عليها اسم الصانع طول البرغي الواحد 16 سنتيمتر تحمل علامة SNTF بمجموع 704 برغي، وكذا 20 صفيحة حديدية بطول 92 سنتيمتر وعرض 12 سنتيمتر خاصة بالسكك الحديدية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قديد حول تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للجناية: السرقة بتوافر ظرف الليل، التعدد واستحضار مركبة، تخريب السكة الحديدية.